طلبت منكم انتم مدعوون جميعا على فطير، فطير بالجبنه القديمه والحلاوه العجيبه الاستاذ سامح، ونستمع الى العم هريدي الذي تبرعت الاستاذه ايمان حجازي بقولها له في اخر الكلام. عم بهي هريدي بهي بهي اتفضل عم بهي. كتير انا بتكلم يا ريت لا هو وعلى فكرة دي سنة عالمية في القعدة المصرية، بس إيه يمكن تغلب على القعدة المصرية العالم يعني؟ يحبوا الكفاية. أستاذ أحمد أنت معزوم على الفطيرة. والفطيرة نوع من أنواع الكتابة برع فيه كتاب عظام، وحتى ديكنز تشارلز ديكنز كتب من ضمن رواياته، هذا الكاتب اللي كتب عن لندن ومحدش عرف يمسك لندن والمحلية اللي هو كتبها يستحق عليها ديكنز أن يكون علم من الأعلام. كتب مستر بيكون، لو حد قرأ مستر بيكون هيقرأ إيه؟ هيقرأ حاجات تخليه يقوم ويقعد يعني حاجة تكون يعني مثلا للأدب العالمي كاتب أسباني سفانتس كتب دون كيشوت. هذا هذه الاعمال الفكاهيه او هي فيها قصد الفكاهه لكن هي ارض فيها غرام عاليه زي مولير. كل هؤلاء كتاب ليه بيغفلوا عن الفكاهه الكتاب العظام ويجد الروسي لاقي نفسه يجري وراء الاحداث. نجيب محفوظ لما تقعد تقراه انا لما قاعد في الاوضه ومراتي تيجي تقول لي بتضحك على ايه؟ اكون قاعد اقرا في نص في روايه لنجيب محفوظ وبيتكلم هو واصحابه فعلا اصحابه بيتكلموا مع بعض كده سيد احمد عبد الجواد ومحمد عفان وعلي عبد الرحيم وابراهيم الفار والافكات اللي بيعملوها كانت فعلا نوع من الفكاهه رائع. احيي الاستاذ ايهاب فاروق على النص الكبير وحل لا حقيقي يعني طبعا ولا اقبال كبير. وانا في الحقيقه اذا اتكلمت وقلت مثلا نحن نعيش في عصر الظلام ما حدش يقدر يتهمني من ان انا مش بطل. يعني ايه مش بطل؟ يعني في اي بلد في العالم تقول ان احنا عايشين في عصر الظلام وفي استبداد ما تهمكش بالخيانه ولا تكون فالراجل على لما اتكلم بيتكلم في العموم. ايه غلط؟ بعض الناس من اللي هو بيتكلم في العموم هو بيقول يا اخوانا انا خلاص غلط. فبدل ان احنا نتنافس بالالقاب ونسكت بالحدود بعد الايمان وضحك يعني مش عارف كلام طيب قال. طب ايه اللي يخلي الناس ترضى بان تضبط او خدت موقف من حاله؟ الحقيقه انا زعلان. بعد اذنك عايزين القصيده بتاعت ونام معشي. لا ما هقولها انت عايز بس انا هقول القصيده دي اللي هقولها وانت عجبتك انت مخصوصه يعني. لما بعض شعراء الفصحى العظام زي مصطفى النمر كتب بيقول للجاريه بتاعته ربابة ربة البيت تصب تخلى عن ذاتي ولا عصب بزكاة وزيك حصب صمت يعني. فتقول له ايه بقى يا استاذ؟ انت اللي كاتب كذا كتبت كذا اديك يا ريت. فاحيانا انا بكتب النص للاطفال فلازم النص يبقى بالطريقه دي. لان كل شيء كل مقام مقال او كل مقال مقال. بحبك من زمان وبجد. بحبك من زمان وبجد. بحبك حب فائق حبك.
ومن مخزن في احضاني وموجه بس واخد بالك وخوفي عليك من العدوى بيحرمني من اهم الورد بحب الحب اهل زمان بافكار السيمه الصامته وحب الحب الان دلوقتي وحبك من هنا طنطه ولما تجيني على القهوه معاك صاحبتك بطه سوا الاثنين كان اسمها سين احس الجنه جت عندي واقول عايز كتير منك ولما ساعات تجيب اصحابك السته وهات الدوله يا بنتي اجيب سته وهات الطلاق اجيب سته وفكر مين نسيب الحي فبالك ايه يا بنتي يا جنيه يا شبر النص او شبرين وكم سنتي يا نص انسان لابس فستان يا جنيه يا نص انسان لابس فستان يا فطه يا نص انسان لابس فستان جمالك ايه يا بنت انتي يا جنيه وحنيه كما نمتي جمالك ايه يا ريت عشانك يكون شويه كان عايش على المعونات وصعب علي اقول تهاب وقول معليش جمالك ايه يا بنت انتي يا شبر ونص او شبرين وكان صبي يا بدر يا نص انسان مش استاذ يا راس الصبح عفويه يا ام الصيامية يا واحد اخر في الدار يا ريحه المنجله في الدار بحب الفرفشه والهزار وحب البطل وقت الجد وحب الحب للفكهاني والهزار وحب القلب وحب البعد والمسجد باحضاني وموسي بس وقت الجد شكرا لعبد الحليم طابت ليلتكم والى ليله جديده متجدده مع كلمه طيبه لا ننسى ان نشكر من قلوبنا الرب الطيب الذي يسجل لنا كل الادوات مع عبد الهادي المجرامي اذا اراد ان يتكلم شكرا لحضراتكم كثير على الهواء شكرا